معي اتصال. مساء الخير يا مها. مساء النور يا دكتورة، ازيك؟ الحمد لله تمام، انت عاملة ايه؟ رمضان تمام. كريم. الله اكرم، مبروك على البرنامج. ميرسي ميرسي. كنت عايزة اسأل حضرتك على حاجة. انا فضل. ابني ما بياكلش خضار خالص، هو عنده طريقة للأسف ما بياكلش خضار خالص، ومش عارفة ادخله الخضار خالص في الأكل، بس عايزة اعرف لو في حاجة تعوض الكلام ده، ولا ايه الطريقة اللي ممكن انقله بيها خضار؟ شوفي يا مها، هي الخضار خاصة بهذا العمر هي شيء أساسي بالأكل، لأنه أكثر نوع خضار، هو أكثر نوع مأكولات بيحتوي على فيتامينات ومعادن هي الخضار. طبعا عندنا الفواكه وعندنا البقوليات كمان أساسية ومهمة، بس أنت حتى تحببيه بالخضار مش ضروري دايما يكون في خضار ني كشكل سلطة. يعني هلأ الأكل اللي عم بعملها أنا هيدي خضار مطبوخة كمان بتفيده، بيقدر ياخد منها فوائد. يعني هو ما بيأكل خالص الخضار الني ولا حتى لو مطبوخة؟ لا لا، نادر قوي ما بيأكل. طيب، اولا اللي بدكم تعملوه انه انتم بالبيت بدكم تاكلوا قدامه كثير خضار وتحسسوا انه هذا الشيء كثير طيب، واذا ما بياكلوا الني تحطيهم بالطبخ، واذا ما بياكلهم بالطبخ تعملي له اشكال حلوه فيهم. يعني دائما الاطفال بياكلوا بعيونهم، يعني اذا شافوا شيء حلو بدهم ياكلوه، او شيء شكله حلو بدهم ياكلوه على طول. فانت ممكن تحاولي معه بهيدي الطريقه، تعملي له اشكال حلوه، تحطي له اياهم بشكل انه تحببيه فيهم، تحضريه مثلا افلام كرتون بياكلوا فيه خضار كثير، او اغاني على الانترنت، في كثير اغاني وفي كثير مواضيع تتكلم عن هيدا الشيء، انه نحن الخضار صحيه والخضار كثير لذيذه وطيبه. وجربي دائما حاولي يعني تنوعي له بالخضار، يعني اذا اليوم اذا ما حب الجزر طب مش مشكله، بنجرب الكوسه، بنجرب البروكولي، بنجرب ال، يعني دائما يكون في انواع عديده من الخضار موجوده الا ما يحب شيء. وهيدا طيب، وهي مسؤوليتك كمان. طيب ممكن لو سمحت لو في اي اطعمه معينه تخلي المناعه اقوى من الاول، يعني مش هو مناعته زيرو تقريبا. اوكي. طيب. فانت بحاجه انك تقوي له مناعته. كمان رح ارجع لنفس الشيء، هن الخضار والفواكه لانه بيحتووا على كل الفيتامينات، فيتامين سي مثلا بقوي المناعه كثير. فانت بحاجه لخضار وفواكه، انت بحاجه لبروتينات، والبروتينات موجوده باللحوم طبعا وبالبقوليات، يعني الفول الحمص موجود فيها كثير بروتينات، بروتينات صحيه طبعا. وانت بحاجه لألبان واجبان، يعني كل ما نوعتي له كل ما هو زادت مناعته. وطبعا قسمي له الاكل على مراحل، يعني لو ما بحب ياكل كميات كبيره ممكن كل ساعتين ناكل كمية قليلة، بس يكون أكدنا أنه كل نهار قطع وتناول الأكل اللي هو بده إياه بشكل يعني مظبوط بالآخر.